السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منوعات دودو إبراهيم. ازيكم يا أحلى متابعين؟ هنقدم النهاردة أكلات وفوائدها زي الكبدة. تحتوي الكبدة على العديد من الفيتامينات. كل الأكلات اللي هنقدمها كلها بتحتوي على الحديد، هو مهم ومعادن. وطبعا الطريقة بتاعتها زي ما احنا عارفين، بنتبلها بالتومة والبهارات، وبعدين نحطها في على نار عالية بتقوي جهاز المناعة للجسم. تحتوي على حمض الفوليك، بتقوي العضلات، بتساعد على بناء وتقوية العضلات. كبدة مهمة جدا تعزيز صحة البشرة والشعر. تحتوي الكبدة على الحديد للمرضى اللي بيعانوا من مرض فقر الدم. نسبتها عالية جدا خصوصا في كبدة الكبدة البقري اكتر من الدجاج، اللي هي البقر والغنم اكتر من كبدة الدجاج، تبقى غنية اكتر بالحديد والفيتامينات. تسرع من مستوى الهيموجلوبين، بتزوده في الدم. والأطعمة الغنية بالحديد زي الأطعمة الموجودة في الدواجن والمأكولات البحرية، كل ده بيقوي الحديد في الجسم. الخضروات والفواكه المجمدة مثل الزبيب والمشمش. الحبوب زي الخبز والمكرونة والبازيلا غنية بالبروتين والمعادن. والكبدة تحتوي على فيتامين ألف وب وجيم زي ما احنا شايفين اهو، والحديد والزنك والفوسفور والسيلانيوم. بنجهز لها طبعا فلافلة برا وطماطم وخضار، فلفل اخضر. والكبدة الجمل اللي بقى حديد ونحاس ومنجنيز. والكبدة تعالج الأنيميا وتقينا من مشكلات عديدة، الهشاشة ونمو العضلات وتقويتها. والكبدة تساعد على معدلات الخصوبة لأنها غنية زنك، الذي يساعد على زيادة معدلات الحيوانات المنوية في الرجال وزيادتها. الوقاية من الأنيميا ونمو العظام وتقويتها. تقوي الجهاز العصبي للإنسان. الاحتواء على فيتامين ب 12 وفيتامين ألف لصحة العين. فوائد للقلب، تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن. وبقى الكبدة بالردة بتعمل على تحسين حركة الجهاز الهضمي وتعالج الإمساك. والردة مهمة جدا تخفض ضغط الدم. كل 100 جرام من الكبدة بيحتوي على 20 جرام من البروتين. زي ما احنا شايفين نحط لها فلفل اخضر، وهنحط لها طماطم مقطعه، ونحط لها ممكن تحط لها فلفل الوان احمر واخضر واصفر. كل ده بيقوي من قيمتها الغذائيه. وطبعا بنحط الملح في الاخر خالص. اي اكل ما تحط الملح في الاخر خالص بتضمني ان هو يستوى كويس. ادي الطماطم اهي المتقطعه، وطبعا بهاراتنا اللي حطيناها. بعد ما نخلص الكبده هننقل على السبانخ.
والسبانخ طبعا مهمة جدا، فنسبة حديد عالية. بنجيب السبانخ بنقطعها وبنغسلها كويس، وبنحطها في مية وخل، نحط على المية بتاعت السبانخ خل ونسيبها شوية، وبعدين نبدأ نغسلها تحت المية الجارية. وطبعا الكزبرة زي ما احنا شايفين بنحطها للكبدة كويس مهمة. بعد ما نخلص غسيل السبانخ هنبدأ بقى نحطها على النار، بتنجان بنجيبه ونغسله ونقشره، بنقصد بنعمله رئات رفيعة بس ما نقلهوش، هعمله في القلاية الهوائية. لو ما عندكيش قلاية هوائية اعمليه في الشواية بتاعت البوتاجاز. والبتنجان زي ما احنا شايفين فيه ألياف بتقينا من الأمراض السرطانية وأشكاله متعددة زي ما احنا عارفين. بنحط التومة اهي، ويخفض الكوليسترول في الدم. يحتوي البتنجان على نسبة عالية من الكلوروجينج، وهو أحد ما يحتوي على نسبة عالية من الأكسدة التي تحارب الكوليسترول العالي. حطينا الطماطم والمواد المسرطنة. بعد ما بقت التومة لونها دهبي يعزز صحة القلب والشرايين، الحفاظ على ضغط الدم زي ما احنا شايفين عملناه في القلاية الهوائية. بنحط له معلقتين زيت بس، بيحافظ على صحة البشرة والشعر. وادي الخل بنحطه اهو، وبيحارب التجاعيد والشيخوخة وصحة الشعر ويقويه. وللحامل مفيد جدا لاحتواء على فيتامين ه وجيم، وحمض الفوليك المهم للجنين للأم الحامل. وأنواعه ياباني وأبيض وهندي وتايلاندي، هو أخضر اللون، والهندي بيبقى لونه مايل للحمار، والأمريكي لونه داكن. بتنجان المشوي طبعا أفضل من المقلي. المقلي طبعا بيأثر وبيزود نسبة الكوليسترول في الدم وبيتعب، فلازم تعمليه مشوي في القلاية الهوائية. مشوي فين؟ تحت الشواية في الفرن. بعد ما بتبقي نقعاه من بدري وحطله ملح وخل، بص تلاقيه يدبل. نجيب البتنجان اللي عملناه في القلاية ونحطه بعد ما عملنا التتبيلة العسل دي بتاعت المسقعة، كان طعمه جميل وروعة زي ما احنا شايفين. ونسيبه ياخد من التتبيلة اللي انا عاملاها، ونغطي عليه كمان، هيديكي طعم بتنجان مسقعة ولا اروع. نخلص البتنجان هننقل على السبانخ. طبعا بنجيبها بنغسلها غسيل كويس، بنقعها في شوية خل ومية، لان طبعا انتوا عارفين لازم الحاجات الخضرة دي تتغسل كويس. وافضل انقلها بالمية ومغسلها من كذا اتجاه. والسبانخ مهمة جدا، تحتوي على نسبة عالية من الاكسدة مثل كلوروفيل، لها دور في
حربة السرطان ومنع نمو الخلايا السرطانية. تساعد السبانخ على تقوية الذاكرة والجهاز المناعي، وطبعا بقى نسبة عالية من الحديد والالتهابات والعدوى، تمنع حدوثها. فيتامين ألف وجيم وكاف وها، كل ده موجود في السبانخ. تعزيز صحة القلب، بعد ما بنغسلها زي ما احنا شايفين بنحطها في ايه، في طاسة، وننزل المية بتاعتها دي كلها، وتبدأ تستوي بالمية اللي موجودة فيها. تعزز صحة الجهاز الهضمي، بنعمل لها بصل ونحطه على البوتاجاز زي ما احنا شايفين. بقى ألياف وسوائل، بقى كالسيوم وفوسفور مهمين عشان صحة العظام والتقليل من حدوث أي كسر. الوقاية من فقر الدم، لأن السبانخ بقى نسبة عالية طبعا من الحديد وحمض الفوليك المهمين اللي بينتجوا كرات الدم الحمراء. طبعا حطناها وعملنا لها نفس اللي بنعمله للملوخية، الطشة بتاعتها بنحطها برضو للسبانخ، وحط لها طبعا طماطم. حافظ على صحة الجلد والشعر. نيجي للكوسة، ودي خضروات حبها الرسول، الكوسة والبطيخ والقرع. بس قول الرسول صلى الله عليه وسلم شجرة أخي يونس، والكوسة من الخضروات المهمة لالتهاب المسالك البولية والإمساك وعسر الهضم. طبعا ممكن تعمليها، بتعملي منها أشكال، ممكن تعمليها هي غذاء للقلب، تحتوي على فيتامين ألف وسي. ممكن تعملها صينية زي ما انتوا شايفين باللحمة المفرومة، تنزل مستوى السكر في الدم، تسهل عملية الهضم، تمنع من إصابتك بالإمساك، تخلصك من الوزن الزائد. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلت معايا للنقطة دي ما تنسينيش في اللايك، لأن اللايك بيرفع من الفيديو. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ولو حتى بسيط. بحبكم كلكم واتمنى لكم الخير دايما. ياريت ما تنسوش قناة على اليوتيوب منوعات دودو ابراهيم، والتيك توك والانستجرام والتويتر منوعات دودو ابراهيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.